كأنه طولنا كتير وما عاد في حدا غير. كأنه ما عم نعرف نحكي. ما صرنا قاعدين وما حكينا شيء مهم. يعني انت برايك شو الحكي المهم يعني؟ ما انت دائما بتقولي انه اللغه لغو. بتعرف اني طول الوقت عم بستنى تليفونك؟ عملت 100 سيناريو ويمكن اكثر. لاول لقاء، لهي اللحظات بالذات. والغريب اني ماني متذكره ولا جمله اللي كنت مقرره اقول لك اياها. بس مو معقول ما كتبتيهم مشان تعطيهم سيناريو. احبطتك؟ لا ما احبطني. يجوز. لا بس كنت مفكره انه فينا نعيد الحب القديم. طرقتي. وما بعرف ارقص. كان موجود. خلينا نمشي تايم. كانه انا بخيالك افضل من انا موجود. يا ريت فينا نعيد اللقطة. لقطة أول ما تعرفت عليك. دايم أنت مسافر. يمكن ما عاد شوفك أبداً. ممكن تحكي لي كل شي عم يخطر ببالك بدون رتوش. شي حقيقي. لمرة واحدة بس. أنت ليش سافرت؟ لأنه ما عاد فيني ضل هون. ما فيني ضل قريب منك. ليه اتصلت فيني اليوم؟ ليه رجعت؟ لأنه ما حسنت ضل بعيد. شو اللي بتحسن عليه؟ ورد. المشكلة إنه أي شيء بدي أقوله هلا بده يبين سخيف. أنا ما عندي شيء أقوله، ما عندي حكي أحكي. مانك قاعد بمناظرة بعتقد. أنا اللي بعرفه منيح إنه أنا بحبك وأنت بتحبيني. بجوز. واللي بعرفه أكتر إنه نحنا ما رح نكون مع بعض. واللي بعرفه كمان إنه بتمنى هاي اللحظة اللي بيناتنا تكون أبدية ونتعلق فيها أنا وأنت. ورد أنا ما بدي شي منك ولا شي. يوقف في لحظات أنا ما بيكون في عندي حكي، وأنا بعرفك أنت تحبي تعبي الوقت كله. في لحظات لما بتكوني جنبي أنا بحس إنه الوقت مليان. كل الفترة اللي مريت كنت عم فكر بلونا وفيك. وهلأ شو؟ هلأ أنا هون معك. ما بدي فكر لا بالماضي ولا ببكرة. ما بتقدرتي. أنا رايحة. ليكي ورد، بس قفلي المحل وطفي الكهرباء. ماشي؟ يلا باي. كيف علينا؟ منيحة. وأخيراً صارت منيحة. منيحة أكيد؟ أي أكيد. في شي؟ لا. شوفي هي عم تنزل على بيروت. ايه هونيك في مسرحية عاملينها مع جامعة ببيروت. شوفي لا ما في شي.